أخبار اليوم. رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي الكبير سيد زيان عن عمر يناهز 73 عاما بعد معاناة شديدة مع المرض استمرت لعدة سنوات. بدأ مشواره الفني في الستينيات من خلال فرقة المسرح العسكري، حيث شارك بالعديد من المسرحيات منها سيدة الجميلة، العسكري الأخضر، واحد ليمون، والتاني مجنون، كما شارك بالعديد من الأفلام السينمائية منها أبناء الصمت، أريد حلا، عفوا أيها القانون، المتسول، ليلة ساخنة. ولد سيد زيان في حي الزيتون بالقاهرة عام 1943 ودرس هندسة الطائرات، ثم عمل بالقوات الجوية المصرية. رحل صاحب الإطلالة المبهجة والبسمة الضاحكة. مصطفى سعد، أخبار اليوم.